السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي شبابنا طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح تدريبات كتاب My New Friend الوحدة الأولى. والنهاردة إن شاء الله هنتابع شرح تدريبات المضارع التام والمضارع التام المستمر. ركز في كل اختياري هنختاره وتعرف طبعا ليه اخترنا. تعالوا يلا نبدأ بصفحة 51 page 51، ودي هجيبها لي على زمن المضارع التام. تعال نشوف التدريب الاولاني. يلا بقول لي when I the news I will tell you. طبعا انا حبايبي من علامات المضارع التام ان هو بيجي مع الروابط الزمنيه، يعني الروابط الزمنيه شكل when و as soon as و after و before. اذا كانت بتعبر عن مستقبل يعني الجمله الثانيه مستقبل، فالجمله اللي بتيجي بعد الرابط الزمني بتبقى مضارع بسيط او مضارع تام. فهنا بقول لي when I the news I will tell you. طبعا حبايبي لما بص هنا مش هلاقي مضارع بسيط، فبالتالي هختار المضارع التام. فين المضارع التام؟ have got. فبالتالي هقول when I have got the news I will tell you. number 2 بولي I will wait till my friend A before I order food. طبعا نفس الكلام، ادي مستقبل I will wait till هنا وانتل نفس الكلام رابط زمنية، يبقى till my friend. طبعا هنا انا بحتاج حاجة من الاتنين، يا اما بحتاج arrives اللي هو المضارع البسيط، يا اما طبعا has arrived اللي هو المضارع التام. طبعا هنا اللي موجود هو has arrived، تاني الموجود هو has arrived. تعال نشوف number 3 بقول I haven't met the general manager A. It's my first time to meet him. وهنا بقى حبيبي لازم اركز جدا، يا ترى هقول yet ولا هقول before. طبعا لو انا قلت حبيبي I haven't met the general manager yet يبقى اذا انا لغيت دلوقتي ما قابلتوش، لكن لما هو كمل قال it's my first time to meet him، دي اول مرة قابله، يبقى اذا انا ما قابلتوش قبل المرة دي، فاذا هقول I haven't met the general manager before. before هنا معناها before this time. تعال نشوف number 4 بيقول لي my pen friend arrived at Cairo airport a moment ago. This means he. طبعا هنا a moment ago يعني منذ لحظات، يعني معناها ان هو لسه واصل. فطبعا لما اجيب المضارع التام هنا هجيبه بكلمة just. طبعا عارفين حبيبي ان just بتيجي بعد have و has مش قبلها، فبالتالي هقول has just arrived. تاني has just arrived، يعني ما قلتش مستر just has arrived، لا had just arrived. تعال نشوف number 5 بيقول لي the government ate a lot of villages recently. طبعا لما اشوف هنا هلاقي كلمة recently، وقلنا حبيبي recently و lately الاثنين من علامات المضارع التام، فبالتالي انا عايز مضارع التام هنا والgovernment ده اسم مفرد، فبالتالي هقول has modernized وhas modernized يعني حدثت. تعال يلا يا شبابنا نشوف page 52 صفحة 52، ده التكملة بتاعت المضارع التام. بقولي رامي is very happy. رامي سعيد جدا. اذا حبايبي دي النتيجة، والنتيجة هنا مضارع بسيط، فاذا يبقى السبب مضارع تام. فبقولي he a medal for writing poetry. اكيد he has won يعني معناه ان هو لسه كسبان. تعال نشوف number 7 بقولي a terrible accident a place on the Cairo Alexandria desert road. قلنا من علامات المضارع التام هو التبليغ عن احداث لسه حصلة، طالما مبلغ عن حادثة لسه حصلة فبالتالي لازم اجيب حبايبي مضارع تام، والمضارع التام هنا لازم اقول has taken place. has taken place يعني حصلت. تاني has taken place بمعنى حصلت. تعال نشوف number 8 بيقول لي you needn't make food. طبعا needn't هنا معناها don't need، يعني انت مش محتاج انك تعمل الطعام. I ate a good meal already. طبعا عندنا كلمة already حبايبي من علامات المضارع التام، فبالتالي هقول I have cooked. تاني I have cooked. تعال نشوف number 9 بقول once I assure the car is ready for the journey I will contact you. حبايبي once هنا مش معناها ذات مرة، لكن once هنا معناها بمجرد ان، ودي بتساوي as soon as. يبقى تاني once هنا بتساوي الرابط اللي اسمه as soon as معناها بمجرد ان. طبعا اذا اصبح الرابط الزمني ده بعده ايه؟ اللي بعده ده مستقبل، فبالتالي اللي بيجي بعد الرابط الزمني يا مضارع بسيط يا مضارع تام. طبعا هنا مفيش مضارع بسيط، فبالتالي هجيب مضارع تام اللي هو have made. تاني have made. تعال نشوف حبايبي يلا number 10 بيقول لي prices الاسعار in the shops في المحلات during the last few years. طبعا the last few years دي during the last few years من علامات
المضارع التام، فبالتالي هقول have risen تاني have risen. تعالوا نكمل يلا في بيج 54. بيقول لي which of the following is structurally correct، اني واحدة من دول حبايبي اللي تركيبتها صحيحة. بيقول لي have you already traveled to Aswan by ship، ولا have you ever traveled to Aswan by ship، ولا I haven't already traveled to Aswan by ship، ولا I haven't traveled to Aswan by ship. طبعا قلنا في السؤال عن التجارب السابقة حبايبي لازم اجيب كلمة ever، فبالتالي يبقى الصحيح هو have you ever traveled to Aswan by ship. تعال نشوف number 2. بيقولي I have been to the zoo before. طبعا هنا حبايبي الجملة دي معناها ان انا ما زرتش حديقة الحيوان قبل كده، عندنا كلمة before، فبالتالي هقول I have never. I have never been to the zoo before، يعني انا عمري ما زرت حديقة الحيوان من قبل. طبعا لما قال before معناها before this time، معناها ان دي اول مرة زورها. Number 3 بيقول لي have you ever been to England، يعني هل سبق لك زيارة انجلترا، فهنا بيقول لي no. طبعا هنا الصيغة المختصرة حبايبي هي no never، تاني no never، لا ابدا. تعالوا يلا شباب نشوف بيج 55. بيقول لي this is the best meal. اي قلت لكم حبايبي لما يجي يقول لي ده افضل شيء، يعني لما يجيب لي صيغه تفضيل من الدرجه العليا بيجيب لي معاها على طول مضارع تام. This is the best meal، يعني دي افضل وجبة لازم اقول انا تناولتها، فحقول I have ever had، تاني I have ever had. تعال نشوف number 5. بقول I haven't seen Wael the last time we met in the village. طبعا هنا حبايبي الاختياري هيكون في since او for، with the last time ده وقت محدد، فبالتالي لازم اقول since the last time، تاني since the last time. تعال نشوف number 6. بقول he has worked in his office in the last 3 hours. تاني he has worked in his office in the last 3 hours. طبعا the last 3 hours دي مدة زمنية، فبالتالي لازم اجيب معاها for، خلي بالك ان الزمن هنا مضارع تام. تعال نشوف number 7. بقول I haven't met my friends in the last holiday. طبعا ده مضارع تام، وبالتالي the last holiday ده وقت محدد، فلازم اجيب since. تعال نشوف number 8. بقول she hasn't visited us in last month. طبعا حبايبي هنا last month برضو وقت محدد، فبالتالي هجيب قبله since، فهقول since last month. تعال نشوف number 9. بقول it has been 2 months since we ate our uncle in the village. قلنا حبايبي دي قاعدة ثابتة، it's مدة زمنية، since ماضي بسيط، فاللي هيجي بعد since هنا لازم يكون ماضي بسيط، فبالتالي هقول visited visited. تعال نشوف number 10. بقول my friend a health problem since he lived in that highly polluted area. يعني صديقي ايه مشكلة صحية منذ ان عاش في هذه المنطقة الملوثة بشكل كبير. طبعا هنا حبيبي لو بسيط هلاقي ان الرابط بتاعي since جاي بعده ماضي بسيط، برافو عليكم، فبالتالي لازم اللي يكون قبله مضارع تام، فلازم اقول has had، تاني my friend has had. تعال نشوف يلا number 11. بيقولي my cousin has lived abroad in his childhood. طبعا his childhood ده وقت محدد، فبالتالي حبيبي لازم اقول since، يبقى since his childhood. تعال نشوف number 12. بيقولي Maggie has been away from the office 13 successive years. 13 سنة دي مدة زمنية، 13 سنة دول مدة زمنية، فبالتالي هقول for. تعال نشوف number 13. بقول it's more than 20 years، هي برضو حبايبي it's مدة زمنية، يعني I traveled abroad، وهنا ماضي بسيط، فأكيد الرابط بتاعي حبايبي since. تعال نشوف يلا number 14. بقول علي caught fish when he was in Alexandria، this means that. بقول لي علي اصطاد سمك لما كان في اسكندرية، وبقول لي ده معناه ايه. طبعا حبايبي هو فينا تركاية بسيطة، بس هو المفروض يحط لي هنا كلمة last. كلمة last حبايبي معناها ان هو اخر مرة، يعني المفروض يجيب لي كده علي last caught fish when he was in Alexandria، يعني اخر مرة اصطاد فيها سمك لما كان في اسكندرية، عشان انا اقول له انه ما اصطادش سمك منذ ان كان في الاسكندرية. طبعا حبايبي since مش هيجي قبلها ماضي بسيط، يعني ما قلتش علي didn't catch fish، وهنا طبعا بقول لي علي didn't catch fish when he was in Alexandria، ده كده بين في الجملة دي يبقى غلط. طب تعال نشوف number 3. بقول لي علي hasn't caught fish since he was in Alexandria، يبقى دي الجملة الصحيحة، ادي since قبلها مضارع تام، والكلام ده ما حصلش طبعا منذ ان كان في اسكندرية، فهقول علي hasn't caught fish since he was in
Alexandria. تعالوا نشوف يلا نمبر 15 بيقول لي sorry for being late. يعني انا اسف ان انا اتاخرت. Sir please let me in. من فضلك سيبني ادخل. I am in very bad traffic. طبعا الكلام ده حبايبي لسه حاصل وبعتذر دلوقتي على حاجه لسه حاصله. فلازم اقول I have been in. تاني I have been in يعني انا كنت في. تاني I have been in يعني انا كنت في. اللي بعدها نمبر 16 بقول I ate to the stadium for ages. طبعا ادي for ages وانا for ages دي معناها لمدة طويلة. وطبعا هنا جايب لي haven't gone و haven't been. يا ترى انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول انا ما زرتش. طب فين ما زرتش؟ يبقى I haven't been to. تاني I haven't been to. لان have been to معناها راح ورجع. تعال نشوف نمبر 17 بقول I enjoyed the films as I saw many places I have never. طبعا هنا بقول لي انا استمتعت بالفيلم لاني شفت اماكن عمري ما زرتها. يبقى نفس الكلام هقول I saw many places I have never been to. تاني I have never been to. طب تعالوا نشوف نمبر 18 بقول منى ايت تو امريكا شي هازنت كام باك يت. طالما راحت حبايبي ولسه ما رجعتش يبقى هاف جون او هاز جون تو. لان قلنا الفرق بين هاف جون تو وهاف بين تو ان هاف جون تو راح وما رجعش لكن هاف بين تو يعني زار وعاد. فبالتالي هقول منى هاز جون تو امريكا. تاني هاز جون تو امريكا يعني ذهبت الى امريكا. تعال نشوف نمبر 19 بولي تامر وين تو ليف ان استراليا سينس ذن. قلت لكم حبايبي سينس ذن يعني منذ ذلك الحين. وذن دي بتعود على الجمله الاولى بالكامل يعني اكنه بيقول سينس تامر وينت تو ليف ان الكسندريا كده. سينس ماضي بسيط يبقى الجمله الثانيه مضارع تام. فهقول يا ترى I wasn't hearing ولا I didn't hear ولا I don't hear ولا I haven't heard. أكيد هقول I haven't heard. تعال نشوف نمبر 20 بيقول لي أحمد has practiced swimming. He was 6 years old. يعني أحمد مارس السباحة. إيه عنده 6 سنين؟ طبعا حبايبي لو شفنا هنا هلاقي إن ده مضارع تام وده ماضي بسيط. يبقى على طول حبايبي الرابط بتاعي هو سينس. تاني الرابط بتاعي هو سينس. تعالوا حبايبي يلا لصفحه 56 بيقول لي ماي انكل اي از تاكسي درايفر فور 10 ييرز ناو هي از ا وركر ان ا بيج كلوز فاكتوري. انا هسالك سؤال يا ترى هو لسه تاكسي درايفر ولا غير؟ هتقول لي غير يا مستر. وطالما غير حبايبي يبقى اذا الحاجه دي انتهت. فما ينفعش اجيب مضارع تام لان لو قلت هاز وركد معناه انه ما زال شغال تاكسي درايفر. فبالتالي طالما المده دي انتهت في الماضي فانا هجيب ماضي بسيط فهقول worked. تعال نشوف يلا نمبر 2 بيقول لي هاف يو ريسيفد ريبلاي تو يور كومبلينت. يعني هل انت وصلك رد على الشكوى بتاعتك؟ فقال لي يس اي ايت يسترداي. صحيح السؤال في المضارع التام حبايبي لكن الاجابه حددها لي بعلامه من علامات الماضي البسيط. فاوعى تقول هنا يس اي هاف ريسيفد غلط عشان في يسترداي فهقول يس I received. تاني yes I received. تعال نشوف حبايبي يلا page 57 صفحة 57 number 3 بقولي she is a secretary for 10 years only now she is a sales manager for a big food company. طبعا برضو هي نفس الفكرة حبايبي. يا ترى غيرت ولا لسه موجودة كسكرتيرة؟ هتقول لي غيرت. اذا خلاص المدة دي في زمن الماضي فلازم اقول worked. تعال نشوف number 4 بقولي what sport did you use to do A you were a child. حبايبي ده ماضي بسيط وده ماضي بسيط اوعى ابدا تربط بالسنس. طبعا الرابط هنا اكيد هيكون when. مال امتى يبقى سنس؟ لما يبقى ده مضارع تام وده ماضي بسيط. تعالوا شباب يلا نشوف التدريبات العامة اللي على المضارع التام والمضارع التام المستمر والماضي البسيط ودي موجودة في صفحة 57 بقول لي it has been two weeks since I lost a sir. طبعا حبايبي ادي اتس مده زمنيه ادي سينس يبقى اكيد اللي جاي هناك ماضي بسيط فاكيد هقول فوند. تعال نشوف نمبر 2 بقول لي she a her friend since she left for london. ادي سينس وادي ماضي بسيط يبقى هناك هتقول لي مضارع تام يبقى اذا هقول she hasn't seen. تاني she hasn't seen. تعال نشوف نمبر 3 بقول لي تامر left for England in 1990 يبقى اذا هو راح انجلترا. left for يعني يغادر الى يذهب الى يعني انجلترا في سنة 1990. he hasn't come back a his departure. طبعا his departure يعني مغادرته وده وقت محدد فاذا لازم اقول since. تعال نشوف نمبر 4 بقول I from him since he went abroad
a year ago. طبعا عايز اقول انا ما وصلنيش اخبار عنه من ساعة ما سافر. طبعا ادي سنس وادي ماضي بسيط، يبقى المفروض اقول مضارع تام، يبقى المفروض حبايبي I have not heard. I haven't heard. تعال نشوف number 5. بقول I'm a student in the third secondary grade. يعني انا طالب في الثالث الثانوي. I A English for 8 years. هسألك بقى يا ترى هو لسه بيدرس انجليزي ولا خلاص وقف؟ هتقول لي لا هو مازال بيدرس انجليزي. فاذا المضارع التام هنا مستمر يعني مازال شغال، فبالتالي هقول I have been learning. تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي we ate our old friends for a year. They are too busy. بيقول لي ان هم مشغولين، فاذا احنا ما شفناهمش لمده سنه. طبعا ادي 4 وادي المده الزمنيه، فلازم اقول we haven't met. تاني we haven't met، لان الحاجه دي لسه ما تمتش لغايه دلوقتي. تعال نشوف يلا نمبر 7. بيقول لي they what to do for the holidays yet. طبعا حبايبي yet من علامات المضارع التام. جميل، اذا انا عايز مضارع تام ومنفي، اذا هقول they haven't decided يعني لسه ما قررش. it's a month a hen last visited her uncle. نفس الكلام it's مده زمنيه، يبقى since وماضي بسيط، يبقى المفروض اختار since. تعال نشوف نمبر 9. I am my own car for 3 months now. I am my car for 3 months now. طبعا حبيبي ادي 4 وادي مده زمنيه وناو. طبعا كل الناس هتشوف كده هوب مضارع تام مستمر. هقول لك بس خلي بالك ان افعال الملكيه ما بتجيش في الاستمرار، يعني ما تنفعش تبقى مستمر. فالمفروض حبيبي اقول I have had، يعني لو بقول I have been having هقول له غلط. طبعا تعال نشوف نمبر 10. بقول له I am my books in the class. Could you go and fetch them for me? يعني ممكن تروح وتحضرهم لي. طبعا هنا انا لسه سايبهم، يعني لسه سايبهم في الفصل، فاذا هقول I have left. تاني I have left. تعال نشوف نمبر 11. بقول there has been a decrease. طبعا حبايبي في هنا نقص in the number of applications since the report on the environmental pollution in the newspaper. طبعا هنا ادي since، ادي قبلها مضارع تام، يبقى اللي بعدها على طول ماضي بسيط. وكلمة appear حبيبي طبعا عمرها ما تنبني مجهول، فاذا هقول appeared، وappeared معناها ظهر. طب تعال نشوف. بقول I have a sent him an email. I expect him to send me a sheik soon. اعتقد ان هو هيبعت لي شيك قريب. طبعا هنا ادي جملة مضارع تام، فبالتالي هقول I have recently. طبعا ما ينفعش اقول yet عشان yet بتيجي في النفي. طبعا ever بتيجي في الجملة المثبتة لما اقول it's the first time، دي اول مرة، ودي طبعا مش already. تعال نشوف نمبر 13. بقولي in the last two hours يعني في اخر ساعتين. I am my lessons. هقول لك in the last وعدد ساعات او عدد سنين او عدد ايام، طبعا دي من علامات المضارع التام، فبالتالي هقول I have revised. تاني I have revised. تعال نشوف يلا page 58 صفحة 58. بقول له so far many schools in rural and urban areas. بقول لي كثير من المدارس اكيد بنيت، وso far طبعا من علامات المضارع التام، بس خلي بالك المدارس بتبني ولا بتبنى؟ هتقول لي لا بتبنى، فبالتالي هقول have been built. تاني have been built. تعال نشوف نمبر 15. بيقول لي have you finished doing the research؟ يعني هل انت انتهيت من عمل البحث؟ قال لي not yet. طبعا انا عارف ان التركيبه كلها اسمها not yet. not yet. تعال نشوف يلا نمبر 16. بيقول لي علي has lived in Giza for 5 years. this means that he. بيقول لي علي عايش في الجيزه لمده 5 سنوات. this means that he. يا ترى lived there for 5 years. لو قلت lived there وقلت الجملة في زمن الماضي يبقى معناها ان هو خلاص سابها، بس فوق لا ده لسه موجود وعايش فيها. طب started living there 5 years ago، بدأ المعيشة هناك من 5 سنين. ايوه طبعا. طب hasn't lived there before، هتقول لي غلط. طب no longer lives there، هقول لك لا. يبقى اذا started living there 5 years ago، يبقى اذا هو بدأ المعيشة هناك من 5 سنين ومازال عايش. تعالوا نشوف حبايبي يلا نمبر 17. بقول مروة hasn't bought the new clothes. طبعا حبايبي الجملة دي في زمن المضارع التام بس منفي، فبالتالي هجيب كلمة yet، قلنا yet من علامات المضارع التام المنفي. تعالوا نشوف يلا. بقول have you finished the washing up. you are amazingly fast. خلي بالكوا حبايبي قلت لكم اوعى تغلط واوعي تضحك عليك وتفكر ان هنا كلمة yet. السؤال هنا مش للمعرفة، السؤال للدهشة. هو خلاص عارف ان هو خلص، بس هو بيستغرب ازاي خلص بسرعه كده، فبالتالي هقول
already. اوعى تقول yet. طب تعال نشوف يلا number 19 بقول in the last 20 years يعني في اخر 20 سنة. The state of many new projects. نفس الكلام in the last 20 years دي طبعا حبايبي من علامات المضارع التام فبالتالي هقول has set. state طبعا يعني الدولة. has set يعني اقامت. Many new projects يعني مشروعات جديدة كتير. تعال يلا نشوف number 20 بقول لمنى ايه in France for 10 years from 2001 to 2011. هسألك سؤال هي المدة دي ما زالت موجودة ولا خلاص انتهت؟ هتقول لي لا المدة دي انتهت لان من 2001 ل 2011. يبقى اوعى تقول لي حبايبي فور هنا من علامات المضارع التام، لا هجيب معاها ماضي بسيط لانها مدة انتهت في الماضي. تعال نشوف نمبر 21 بقول our flat is since we first moved into it. طبعا بقول لي ان الشقة بتاعتنا ايه منذ وده ماضي بسيط منذ ان انتقلنا اليها لاول مره يبقى اكيد هنا مضارع تام. طب الشقه هنا هتدهن ولا تدهن؟ هتقولي لا تدهن يعني الكلام مبني مجهول فاذا هقول hasn't been painted. تاني hasn't been painted. تعال نشوف يلا نمبر 22 بقول it's more than 20 years since he. طبعا it's مده زمنيه يبقى since على طول ماضي بسيط يبقى road. تعال نشوف نمبر 23 بقول my brother is a good job. He will start work next week. طبعا لسه هيبدأ العمل حبايبي الأسبوع اللي جاي بإذن هو لسه لاقي الوظيفة فبالتالي لازم أقول has found. تاني has found. تعال نشوف number 24 بيقول لي that's the most exciting film. قلت لكم حبايبي لما يجيب لي صفة من الدرجة العليا مقارنة في الصفات لازم أجيب معها مضارع تام. يبقى أقول that's the most exciting film I have ever watched. I have ever watch. تعالوا حبيبي يلا نشوف نمبر 25 بقول we haven't traveled by train 8 years. طبعا years دي مدة زمنية فبالتالي هقول 4 years. تاني 4 years. تعالوا يلا نشوف اللي بعدها بقول 2 weeks a my grandmother was seriously ill but she is well now. حبيبي طبعا هنا was دي ماضي بسيط فبالتالي حبيبي لازم اقول ago. I asked tourists for 5 years from 2000 to 2005. طبعا حبايبي برضو هقول لك المدة دي في زمن ايه؟ الماضي. هتقول لي هنا I wrote. اوعى تقول I have written. ليه؟ لان المدة دي انتهت خلاص في الماضي. تعال نشوف نمبر 28 بيقول لي we ate in a sick child for a week last year. طبعا week انا هصلحها بس يعني لمدة اسبوع خلاص السنة الماضية. خلي بالك بيقول لي we ate in a sick child for a week last year. طبعا هنا ما تقولش ان فور من علامات المضارع التام لان خلاص ده كان السنة اللي فاتت فلازم اقول we took. تاني we took. I have typed five reports. طبعا حبايبي هنا الجملة في زمن المضارع التام طبعا هنا من علامات المضارع التام so far. so far معناها حتى الان. تعالوا يلا شبابنا نشوف page 59 صفحة 59 رقم 30 بيقولي the company's profits have doubled a last year. طبعا last year وقت محدد فبالتالي هختار حبايبي since. طبعا have doubled مضارع تام وعندنا last year وقت محدد فعلى طول حبايبي هختار since. number 31 بيقولي it's such a long time a I lost so my dear friend احمد. بيقول عدى وقت طويل من ساعة ما شفت صديقي العزيز احمد. طبعا هنا اتس مده زمنيه يبقى اكيد سنس وراها ماضي بسيط. نمبر 32 بيقول لي ذا وورلد ايه سنس مان اكزيستد. طبعا بيقول لي العالم ايه من ساعه ما خلق الانسان او من ساعه وجود الانسان. طبعا هنا سنس بعدها ماضي بسيط بس يا ترى اكسبلور معناها ايه؟ هتقول لي معناها يستكشف. طب هل العالم يستكشف ولا يستكشف؟ هتقول لي يستكشف فبالتالي هقول the world has been explored. تاني the world has been explored. تعال نشوف number 33 بقولي this is the first time. دي اول مرة I eat Japanese food and it tastes since. قلنا حبيبي دي علامة من علامات. قولي دي اول مرة يبقى دي علامة من علامات المضارع التام ولو حبيت اجيب بجيب كلمة ever فقول this is the first time I have eaten. تاني this is the first time I have eaten. ولو في never و ever دايما هقول ever eaten. اللي بعدها number 34 بقول لي علي ate a luxer. He won't come back until next week. يبقى إذن هو راح ولسه مرجاشي فبالتالي هقول has gone. تاني has gone. تعال نشوف number 35 بقول لي several times in the last week.
مرات عديدة في الأسبوع الماضي. He ate to phone me. طبعا هنا ذكر لي عدد المرات وكمان قال لي in the last week، فبالتالي لازم أجيب مضارع تام، فبالتالي هقول he has tried. تاني he has tried. تعال نشوف number 36. بقولي how many is the city so far. طبعا هنا حبيبي so far من علامات المضارع التام. طبعا how many لازم يجي وراها اسم جمع، فإذا لازم أقول how many people. طب how many people إيه؟ لازم أقول how many people have been to. تاني how many people have been to يعني كم عدد الناس اللي زاروا المدينة. تعال نشوف يلا number 37. بقول it's known that Columbus is the one who is America. طبعا حبيبي بقول لي معروف إن كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، وطبعا حبيبي الكلام ده في زمن الماضي، فلازم أقول discovered. discovered يعني اكتشف. تعال نشوف number 38. بقول this car is the same as the one which. بقول العربية دي شكل بالظبط العربية اللي ايه، يا ترى has already painted ولا was yet painted ولا has been already painted ولا has already been painted. طبعا حبيبي العربية بتندهن. طبعا عايز صيغة مبني مجهول. طب already هتيجي فين؟ هتقول لي هتيجي بعد has و have، فلازم اقول has already been painted. تعال نشوف number 39. بقول لي she is diabetic since she was 7. طبعا since عندنا ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام، فبالتالي هقول she has been. تاني she has been or she has been. تعال نشوف number 40. بقول I came to Cairo in 2005 and have lived here إيه. طبعا بقول لي انا جيت القاهرة في سنة 2005، عايز اقول وانا عايش هناك منذ ذلك الحين، فبالتالي هقول ever since. تاني ever since يعني منذ ذلك الحين. تعال نشوف number 41. بقول لي she graduated in 2007 يعني هي اتخرجت سنة 2007 and she has been working in our company. طبعا عايز اقول منذ ذلك الحين هي شغالة في الشركة بتاعتنا. طب منذ ذلك الحين اسمها since then. تاني since then لان جاب لي هنا مضارع تام مستمر، فلازم اقول since then. تعال نشوف اللي بعدها. بقول the car has a down. I'll call the mechanic. طبعا العربية تعطلت، فبالتالي هقول has broken down. تاني has broken down. طبعا كلمة break down معناها تعطل، ما بيجيش مبني مجهول. اللي بعدها number 43. بقول she has read half the novel up till now. يعني هي قرت نص الرواية حتى الآن. Up till now means up till now معناها so far، وso far معناها حتى الآن. تاني so far معناها حتى الآن، بس بتيجي في جملة المثبتة. تعال نشوف حبيبي يلا number 44. بقول what have you been doing. What have you been doing قد الزمن خلاص مضارع تام. طب يا ترى هقول while، هتقول لي لا طبعا المفروض ان انا هجيب since. طب يا ترى since you graduated ولا since you last have graduated، هتقول لي لا طبعا since ما يجيش وراها مضارع تام، يجي وراها ماضي بسيط، فبالتالي هقول since you graduated. تعال نشوف number 45. بقول لي how long ago is this car. قلت طالما جاب لي كلمة ago يبقى اذا السؤال ده في زمن الماضي، وطالما هو في زمن الماضي فانا هجيب did you wash the car. تاني how long ago did you wash the car. تعالى حبيبي يلا نشوف page 60. بقول لي number 46 ايه have you been practicing the piano. طبعا هنا المدة الزمنية بسأل عنها ب how long. طب اضطر اقول how long ago، هتقول لي لا طبعا لان طالما جاب لي ago كان قال لي هنا هنا did. طيب امال مين اللي بتساوي خلاص نفس المعنى اللي هو بقالك قد ايه او منذ متى، يبقى since when. تاني هقول since when. since when يعني منذ متى. تعال نشوف number 47. بقول لي how long is since you last watched a science show. طبعا how long is since، ادي since وادي ماضي بسيط. يا ترى هقول how long has it، هقول لك لا طبعا عشان has it عايز وراها تصريف ثالث. طب امال هقول how long is it. how long is it احنا قلنا it's مدة زمنية، since ماضي بسيط، بس هنا جاء في صيغة سؤال. number 48. بقول I have written short stories as long as I can remember. طبعا هنا بيقول لي انا بكتب قصص قصيرة as long as I can remember. طبعا حبيبي as long as دي معناها ان انا بذكر المدة، فبالتالي لازم اجيب for. تاني لازم اجيب for. تعال نشوف 49. بقولي they have decided to postpone the decision
is the time being. طبعا شكل ما قلنا قبل كده ان the time being دي بتعبر عن مدة, فبالتالي لازم اقول for the time being. تاني for the time being. تعال نشوف يلا number 50 bullet. Since they started work together there is some dispute. dispute معناها نزاع between them. طبعا ادي since وجايب اللي بعدها ماضي بسيط, يبقى المفروض حبايبي اللي بعدها يكون مضارع تام, فاذا هقول has been. تاني هقول has been. there has been some dispute between them. تعالوا حبيبي يلا نشوف الادفانسد اكسرسايزز اللي هو مديها لي. نمبر 51 بيقول لي ذا ميتنج يسترداي سينس ذا ويذر واز باد. طبعا هنا بقى من الحاجات المهمه جدا شكل ما قلنا ان سينس مش شرط يكون معناها منذ, لا سينس بتيجي قرابه بمعنى لان. تاني حبيبي سينس بتيجي قرابه بمعنى لان, فلما اقول سينس ذا ويذر واز باد لان الطقس كان سيء, يبقى ذا ميتنج هنا لازم اتلغى مش لغى, فبالتالي هقول was cancelled. يبقى اذا هنا since بتربط بين سبب ونتيجه. تاني بتربط بين سبب ونتيجه. طيب تعالوا نشوف يلا الجمله اللي بعدها بيقول please I want to restore the 2000 pounds I lent you last year. طبعا حبايبي I lent you دي جمله بزمن الماضي البسيط, فبالتالي last year ما يجيش قبلها اي ادوات, فبالتالي هقول last year على طول. تعال نشوف يلا نمبر 53 بيقول I am my classmates for many years now. شكل ما قلت لكم ما تتخدعش بفور مع ناو اللي من علامات المضارع التام المستمر, بس الفعل هنا معرفه يعني فعل من افعال التقرير اللي ما ينفعش اجيبها في الاستمرار, فبالتالي هقول I have known. تاني I have known ما ينفعش اقول I have been knowing, لازم اقول I have known. طيب تعال نشوف يلا الجملة اللي بعدها بقول she is really a good friend as she is to send me a letter each month. طبعا بقول ان هي صديقة جيدة فعلا لانها عمرها ابدا ما بتنسى انها ترسل لي خطاب كل شهر. طبعا هنا فبالتالي انا بجيب سبب ونتيجة وده مضارع بسيط عادي جدا, فحقول she never fails. تاني she never fails. طب تعال نشوف number 55 بقول it generally speaking عموما I eat film reviews because I like to be open minded when I go to the cinema. طبعا شكله ما انتم شايفيني دي جايه في الامتحان التجريبي 2019, وطبعا لما اتكلم generally speaking يبقى انا بتكلم عن كلام عام يعني كأن بالظبط بتكلم عن عادات, فبالتالي هقول I don't read. تاني I don't read يعني أنا لا أقرأ film reviews because I like to be open minded when I go to the cinema. تعال نشوف يلا number 56 بقول I think you eat your energy by sweeping up those leaves. Stop it. The wind will blow more down. طبعا حبايبي لو شفنا الجملة دي حلقها بتعبر عن ان هو عمال يكنس خلاص, هو المفروض بيطلب منه ان هو يتوقف, فاذا طول ما هو بيكنس فهو بيهدر طاقة, فبالتالي هيقول له I think you are wasting. اذا هو مستمر في اهدار الطاقة, فبالتالي هقول I think you are wasting your energy by sweeping up those leaves. عشان كده قال له stop it the wind will blow more down, لان الرياح طول ما هي شغالة هتوقع علينا اوراق. تعال نشوف يلا number 57 بقول since he joined the army he ate two medals. طبعا ادي since وادي ماضي بسيط, فبالتالي هجيب مضارع تام, فلازم اقول has received. تاني has received. number 58 بقول the last time he came to Cairo was in 1998. طبعا حبايبي عارفين ان دي ماضي بسيط, وبالتالي اوعى تجيب سنس ابدا قبل السنة طالما الكلام ماضي بسيط, لازم اجيب معاها حرف الجر ان. تعال نشوف اللي بعدها بقول have you ever been to Alex. قال لي yes I eat there every summer. قلت له خلي بالك اذا حدد لي في الاجابة اي علامة من علامات اي زمن هنا قبل حبايبي every, و every من علامات مضارع بسيط, فبالتالي لازم اقول I go there every summer. طبعا الناس بتستعجل هنا وتقول yes I have been. غلط طبعا. تعال نشوف حبايبي يلا number 60 بيقول working in this hot weather has made me a high temperatures. طبعا بيقول العمل في الطقس الحار ده خلاني متعود على درجات الحرارة العالية. يبقى اذا حبايبي خلي بالك ان انا هاخد used to, بس used to هنا صفة بمعنى معتاد على, فعشان كده جبت used to وراها الاسم عادي جدا حبايبي, لان احنا عارفين ان make مفعولة بيجي وراها مصدر يا اما بيجي وراها صفة. طبعا used to هنا صفة بمعنى معتاد, فاذا هقول working in this hot weather has made me used to high temperature, used to high temperatures.